رسالة مهرجان القمر، أغني النغمة، متى يكون البدر؟ تذكرت الحب في ريح الشرقي، وإلا أتذكر فرحة اللقاء وكراهية الفراق. أرى ضوء البدر إلى مبنى الغربي، هل تتذكر عندما عاد العوض؟ مهرجان منتصف الحريف هو مهرجان شعبي صيني تقليدي. منذ العصور القديمة كانت هناك عادات شعبية مثل مشاهدة القمر والتناول كعك القمر ومشاهدة الفوانيس وتقدير ظهور الأوسمنسوس وشرب نبيذ الأوسمنسوس. نشأ مهرجان منتصف الحريف في عصور القديمة، شاع في أحد أسرة هان، ثبت في أحد أسرة تان، تشانغ آن في أحد أسرة تان. قد جمع مهرجان القمر مع الأساطير والقصص، يعطي خيالية لا نهائية مليئة برومانسية، مثل تشانغ آن تطير إلى القمر، الأرنب يشم تصنع حبوب الدواء، وكان يقطع شجرة أوسمنسوس. محظية يان تحولت إلى إله القمر، الإمبراطور تان زال لقصر القمر، العطر الزهري مسكر الصلاة للأجر السلام، البدر الساطع في السماء، السعيد مع القلب صادق، مهرجان صورة ملونة لسعادة محملة بحلاوة من كعكة القمر، المريح قليل من نعومة القمر، العطر المكثف من الأوسمنسوس، الاستمتاع بكأس من النبيل الطيب، فيه نوع من القلق والشوق. دعنا نستمتع بالبطل الكامل، مهرجان منتصف الحريف، حب ومبارك. مع السلامة.